راديوس. اليوم هو جاء تتويجا لحفل اختتام فعاليات دوري بنات حواء لكرة القدم النسوية. الحفل تميز بحضور مجموعة من الفاعلين المحليين. إذن نادي بذور الداخلة هو فكرة لتأهيل وتحسيس وتكوين مجموعة من الفتيات الصغيرات في مجال كرة القدم النسوية، وكذلك من أجل يعني مساهمة في كل دوريات محليا ووطنيا. كما أن الحفل اليوم تميز بدعم ملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026، فنحن كلنا كفعاليات رياضية بالجهة ندعم ملف ترشيح المغرب. نتمنى ان شاء الله ان يوم 17 تكون نتيجة إيجابية بالنسبة لبلدنا المغرب. كيف كتشوفوا حضرنا لواحد المقابلة ودية ديال نادي بودور الداخلة؟ المهم باش نشرفوا الكرة المغربية النسوية وبالخصوص، ونشرفوا ان الجهة ديال مدينة الداخلة انها منطقة صحراوية وانها عندها بنات وعندها مواهب نسوية. وكانت المنافسة قوية بحكم اننا عندنا مواهب، عندنا بنات كيلعبوا مزيان، يعني بامكانهم يشاركوا في البطولة القسم الثالث ان شاء الله. ورحنا انا وان شاء الله نشاركوا في القسم الوطني الثالث الى كتب لنا ان شاء الله العام الجاي، ونقولوا حنا الكلمة ديالنا. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.